يا شوشو. أهلا. أنا شوشو في البوليس. يعني شوشو في أنت هتعملي لي إيه؟ متخافيش. وأنت ملبساني ليه كده؟ متخافيش، حطي إيدك على الجهاز ده والجهاز ده. اسمك إيه؟ جنى. برافو. عندك كم سنة؟ 7. حاسة انك مرتاحة ولا حاسة انك قلقانة وخايفة مني؟ لا لا عادي بصراحة، انا خايفة مني. تحب المدرسة؟ او بحبها. صحابك في الفصل بتحبيهم؟ اه كلهم؟ في واحدة بس ما بحبهاش. 2 اسمهم ايه؟ صباح وملك. وصباح بتقولك ان هي احلى منك مش كده؟ اه. وانت شايفه ان هي احلى ولا انت احلى؟ لا انا شايفه انك انت احلى. اه على فكره صباح احلى. خلاص هي احلى، بس هي مش احلى. تحبي مين اكتر، مامتك ولا باباك؟ باباي. ليه بتحبي باباكي اكتر؟ علشان بيعمل لي اللي انا عايزاه، وكمان بياخدني في اي حته هو رايحها. بس طيب يبقى صحيح. انت كسبتي كمان معايا. شكرا. يلا طب لك ماشي ماشي. يلا شيلي ده. انت بتحبيني ولا لا؟ والله بحبك قوي. انا كمان. تعالي بقى انت. حاضر. يلا بس على فكرة صباح دي وحشة. صباح ايه؟ وحشة. هو دوت عارف، هو لسه متصل بيك. صباح حلوة ولا وحشة؟ حلوة. هو لسه هيفضل مكمل معاكي. خلاص هو ده ارتبط بدماغك. اوعي تقولي على صباح وحشة تاني. عيب كده. عيب ليه؟ عيب. هي مش اكبر مني. لا عيب، مش لازم اللي اكبر منك، حتى اللي اصغر منك لازم تقولي عليه حلو. وكل الناس اللي ربنا بيخلقها شكلهم حلو. اوعي تتريقي على حد تاني. حاضر. يبقى صباح حلوة ولا وحشة؟ حلوة. وانا تخينة ولا رفيعة؟ ترفنعة. يلا خلاص امشي. باي. ازيك؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. عارف الجهاز اللي انت قاعد عليه ده ايه؟ لا. ده جهاز كشف الكذب. حط ايدك على الجهاز الاحمر والاخضر. برافو عليك. اسمك ايه؟ عمر محمد جلال. برافو عليك يا عمر. عندك كام سنة؟ 7. حاسس انك مرتاح ولا قلقان؟ قلقان. بتحب المدرسة؟ اه. قوي ولا نص نص؟ نص نص. ايه اللي مش بتحبه في المدرسة؟ ان اصحابي بيضربوني. بيضربوك ليه؟ يعني عشان ما بعملهمش حاجة وبكون بهزر يعني كده. انت شقي يعني. اه صح؟ طيب مين اكتر واحد بتحبه في المدرسة؟ ياسين. ومين اكتر واحد ما بتحبهوش؟ عبد العزيز. ليه؟ هو ده اللي بيضربك؟ يعني اه بيضربني. الضرب بيوصل على قفاك؟ اه. كتير؟ اه. قوي؟ اه. المدرسين بتوعك بتحبهم؟ كلهم؟ مش كلهم يعني. مين بتحبه ومين ما بتحبوش؟ مس الماس هاله بتحبها؟ اه. مس الانجليش ما بحبهاش. بتاعت الانجليش. ليه الانجليش بقى بتعمل لك ايه؟ يعني بتضايقني وبتزعق لي كتير يعني. عشان انت بليد؟ يعني اه. صح؟ Why don't speak English? Because English is very easy. You don't want to hear. يعني مش فاهم.
Why don't you understand me? Because I'm speak English, it's very easy. يعني عشان I'm small, it's very correct in impersonal English. بس ما بعرف أتكلم English. Why? الناس بتاعت الإنجليش يعني ما بنتبهش عليها قوي يعني وكده. Why don't you understand from Miss English? عشان بيبقى أصحابي بيقعدوا يكلموني كتير يعني منتبه بحس. طب قولي بتحب تعوم؟ بنزل البحر ساعات. بتنزل البحر صح؟ ما بتنزل بتعمل بيبي؟ لا. بعمل. تعمل ولا ما بتعملش؟ بعمل. تعمل كتير ولا قليل؟ كتير. يبقى تقول الحقيقة من الأول. ترفعيش حواجبك. حياتك عاملة ازاي من غير سنان؟ حياتي وحشة من غير سناني. معجب ببنت في الفصل عندك؟ أنا؟ اسمها؟ سما. قلت لها إنك بتحبها؟ لا. طب وليه ما قلتلهاش؟ لسه يعني المدرسة خلصت وهي كانت في فصل غير فصلي. ونفسك تبقى معاك في الفصل؟ اه. انت عارف انها هتعرف انك بتحبها؟ ليه؟ اما تشوف البرنامج. هتعرف. هتعرف. تقول لها ايه من خلال برنامجنا؟ عشانك يا سما عيد السنة. لكاميرتك وبحب واداء. عشانك يا سما عيد السنة. ايوه كده برافو عليك. تغني لها اغنيه ايه؟ لما القلب يدق 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 صوت دقاته بتعلى وبتقولينا نعيش ونقول اه للفرحه وللحزن نقول لا ونقول للخوف ابعد عن داريت ما تجيش سحر الدنيا يبان لما تشوف الأبيض الأسود موجود علشان البرق يبان الصورة بتحلى بتبصر خلاص كفاية الجهاز شايف إن صوتك وحش جدا يا ريت ما تغنيش تاني شكرا وأنت كسبت عينا في المرحلة دي اقلع الحاجات اللي أنت فيها وروح وأشوفك في المرحلة اللي جاية. أوكي؟ بصي يا جماعة إحنا دلوقتي في غرفة العلوم، عايزين نعرف مدى مستوى ذكائك، أنتِ حاسة نفسك إنك ذكية ولا غبية؟ لا أنا ذكية. برافو عليكي وده اللي إحنا هنكتشفه دلوقتي مع بعض، بس عايزة أقول لك يا جنى إن في الاختبارات اللي جاية في فوقيكي الجردل موجود فيه مية متلجة، لو جاوبتي صح الجردل ده هيترفع لفوق، أما لو جاوبتي غلط للأسف الجردل ده هينزل دش عليكي، أوكي؟ هينزل إيه؟ بالظبط. بصي دلوقتي تحاولي تعدي دي من هنا، أوكي؟ وأنتِ مخلية بالك إنها ما تلمسش، علشان لو لمست أنا بتكهرب ماشي؟ ماشي خلي بالك عشان كل ما بتلمس أنا بتكهرب بس هتعديها من هنا وأنتي بتقولي إيه؟ أرنبنا في منور أنور ماشي؟ ماشي يلا ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة عشان هتصل بالكهرباء اتصال مباشر ثانية واحدة يعني إيه اتصال مباشر؟ يعني الكهرباء هتبقى متصلة بكل جسمي كده يلا بسرعة قولي أرنبنا في منور أنور عديها عديها قولي أرنبنا في أنور معروف اوعي تخبطيني تاني اوعي اوعي تخلينا الكهرب تاني يلا قولي ارنبنا في انوار لا 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 حرام عليكي قولي تاني يلا عدي ارنبنا لا 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 الجردل هينزل عليكي لا قولي عدي لا لا قولي بسرعه قولي لا خلي بالك حرام عليكي ليه كده ليه كده اصبري اصبري طيب يلا قولي قولي أرنبنا في منور أنور أرنبنا في أنور لا 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 قولي يلا يلا أرنبنا في منور لا حرام عليك حرام عليك حرام عليك يلا بسرعة بسرعة قولي أرنبنا في منور أنور أنت بتعديها أرنبنا في أنور منور يا ساتر حرام عليك يا شيخ حرام عليك بجربك بصي ارفعي دي دلوقتي في قدامك صندوق دخلي بقى ايدك وحاولي تعرفي ايه اللي جوه ايه ايه دخلي ايدك قط
لا مفيش قطه. ما يكون في حاجه بتحرك. لا طبعا دخلي ايدي. ما تخافيش، ده انت لسه اصلا ماسكه الغطا بتاع الصندوق. دخلي ايدي، بصي ده كل ده الغطا. الجردل بينزل، دخلي ايدك حاولي تعرفي ايه اللي جوه. ثانيه واحده. ايه؟ قطه. لا مش قطه. لا عايزه اعرف ايه اللي جوه. لا لازم تعرفي عشان تكسبي. يلا دخلي ايدي حاولي تعرفي ايه هو. ايه؟ قطه. قلت لك مش قطه. مش قطة، مش قطة. والله والله احلف، والله مش قطة، والله مش قطة. يعني احلف كده. دخلي ايدك حاولي تعرفي. ها ايه ايه اهو عرفتي بقى انها حاجة ساكتة. مش قطة، مش قطة والله، ولا كلب والله، ولا قطة ولا كلب. ايوه بالظبط، انت بدأت تعرفي ايه بقى. ايه؟ ها ها حمامة. لا دخلي تاني، دخلي تاني، دخلي. والله العظيم مش حمامة. لا لا ما تبصيش من هنا. طب انا قلت ايه؟ هتخسري، هتخسري الجايزه، انت كسبانه في كل حاجه. يلا دي فاضل دي بس. يلا اخر مره وانا هساعدك المره دي. انا معاكي ماشي، انا هساعدك هقول لك الحروف بتاعتها. يلا